بالفعل زميلي احمد، دوافع فريق المريخ السوداني. وخلينا نتكلم على مستر لي كلارك المدير الفني الانجليزي لفريق المريخ السوداني، اللي قال الدافع ليا ان انا افوز على النادي الاهلي، مش ان انا جاي ان انا احقق التعادل، خصوصا ان هو مبسوط خلاص من الاجواء، اتعود على الاجواء هنا في مصر، وان توقيت المباراه في 8 الساعه 9 مش هياثر. قال احنا خلاص اتعودنا على الاجواء. وخليني برضو اكد لك نقطه مهمه كانت اثيرت خلال الفتره الاخيره بشان المباراه الاخيره ما بين الاهلي والمريخ السوداني، انها تتنقل خارج القاهره. خليني يعني من مصادر مقربه داخل نادي المريخ السوداني انا اكد لك ان المباراه هو عايزين يلعبوا المباراه هنا في القاهره، طب يعني قال الاجواء هنا في القاهره افضل، الاجواء في مصر افضل بكتير، احنا يعني خلاص واخدين قرار احنا نلعب المباراه الاخيره مع الاهلي هتكون هنا في القاهره. لكن الدوافع اللي بيخلقها مستر لي كلارك للاعبين دوافع مهمه جدا، حاول يتكلم على ويتابع طبعا مباراه الاهلي، خاصه المباراه الاخيره امام فريق فاركو، دي من المباريات اللي يعني من الامور اللي هتزيد صعوبه في اللقاء، انه خلاص تعود على الاجواء هنا في مصر. ايضا تابع مباراه النادي الاهلي في الفتره الاخيره، طبعا الهزيمه الاهلي الاخيره امام فريق صن داونز والتعادل امام الهلال السوداني بيزيد من صعوبه اللقاء، مباراه فارقه جدا في مشوار النادي الاهلي. على الجانب الاخر عايز اقول لك ان النادي الاهلي ومستر بيتسو موسيماني يعني بيشتغل على الدوافع النفسيه للاعبين، مش هنتكلم على النواحي البدنيه لان لعيبه النادي الاهلي عندها ما يكفي من الامور والقدره البدنيه في ال 90 دقيقه النهارده، ان هم ان شاء الله يكونوا قادرين على ال 90 دقيقه، لكن الدوافع النفسيه هي اللي تقدر تكون النقطه الفارقه النهارده للنادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللاعبين اتكلم على يعني واحده من السلبيات اللي الاهلي بيواجهها في الفتره الاخيره، وهي اهدار الكم كبير من الفرص. وقال للاعبين ان المباريات الافريقيه خاصه هي مباراه النصف فرصه، لازم نستغل انصاف الفرص، لازم ان احنا نفوز بهدف واثنين وثلاثه، قدرت ان انا اجيب هدفين وثلاثه لازم اجيب الهدف الرابع والخامس، لازم ان انا يكون عندي النزعه الهجوميه بشكل اكثر من المباريات الماضيه. قال ان طبعا المباريات الدوري بتختلف عن المباريات الافريقيه، لذلك طالب اللاعبين. النقطه المهمه برضو زميلي احمد، وانت بتتكلم على الروح اللي بنشوفها من حسين الشحات مع محمد، مع مصطفى شوبير، محمد شريف النهارده في يعني في مقر اقامه فريق النادي الاهلي حاله ثانيه بعد الاداء والهدف. زميلي احمد، لاعب الكوره بيحتاج لهدف، وخاصه المهاجم، كان محمد شريف في قمه الاحتياج لهدف. الهدف لمحمد شريف في مباراه فاركو الاخير اكبر من مجرد هدف للاعب، لهدف في مباراه فاركو الاخيره معذره اكبر من انها مجرد هدف، لا ليها دوافع كتير نفسيا عند محمد شريف، ليها دوافع نفسيه بالنسبه للاعبين مع محمد شريف، الروح اللي عند لاعبي النادي الاهلي اللعيبه كلها فرحت لفرق يعني لسعاده محمد شريف. والنقطه الاهم حسام حسن، يعني حسام حسن وروحه حالة الحب، انا بقول ان هي دي بتكون السبب ان احنا بنقف على منصات التتويج، الروح اللي ما بين حسام حسن وما بين محمد شريف، ما بين ديانج وما بين حمدي فتحي وما بين السوليه، ما بين رامي ربيعه مع محمد مع عبد المنعم هاني وكريم فؤاد، محمود وحيد مع علي معلول، اللي هي اللعيبه اللي بتلعب في نفس المركز، اعتقد هي بتبقى النقطه الاهم والفارقه في النادي الاهلي، واللي صعب تلاقيها في مكان تاني غير في النادي الاهلي. طيب برضو زميلي احمد، انا عايز اقربك من الجانب الاخر لفريق المريخ السوداني، ونقدر ننفرد بتشكيل المريخ السوداني لهذا اللقاء. يعني برضو اذكرك ان في الاجتماع الفني تم تحديد ان النادي الاهلي هيظهر بزيه الرداء الاحمر، الزي الرسمي للنادي الاهلي، نادي المريخ السوداني هيكون بالرداء الاصفر. نادي المريخ السوداني هيكون في حراسه المرمى الحارس منجد النيل ابو زيد، قدامه اربعه، مستر لي كلارك بيلعب بطريقه 4-3-3، قدامه اربعه بخيط خميس 38، مصطفى كرشوم رقم 2، وحمزه داوود رقم 5، واللاعب الكاميروني توماس ايتا 36. في نص الملعب هيلعب بثلاثه، اللاعب عمار تيفور رقم 12، ومحمد الرشيد رقم 7، وعماد الدين صلاح رقم 26، وده ممكن احد اللاعبين اللي يعني لو هيعمل تعديل في تشكيل اللاعبين هيبقى عماد الدين صلاح. هيبقى قدامه اللاعب رمضان عجب والسماني سعد الدين واللاعب النيجيري توني ايجا ماريجوي. ده التشكيل الاقرب بنسبه يعني 99% لفريق المريخ السوداني. خليني برضو اذكرك بطاقم التحكيم الانجولي اللي هيدير هذا اللقاء، وهو الحكم هيلدر مارتينيز حكم الساحه، هيعاونه جيرسون ايميليانو مساعد اول، مساعد الثاني ميريليس اوليفيرا، والحكم الرابع جوزيه الفارو. دي يعني تقدر تقول كل الكواليس الخاصه بالمباراه. خلال طبعا هيكون تحرك بعد قليل تحرك فريق النادي الاهلي لاستاد الاهلي والسلام اللي هيستضيف احداث اللقاء. زميلي احمد، ان شاء الله يوم يكون مميز لفريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار باذن الله. انا موجود معاك لو في اي استفسار. لا هو استفسار بره المباراه بعيدا عن الماتش، يعني احتفلوا بمجدي قفشه، محمد مجدي قفشه النهارده في الفرقه احتفلت بيه عشان عيد ميلاده، ولا مأجلين الاحتفال بعد الماتش؟
طبعا الكابتن سيد قال هنأجل اي احتفالات لما بعد المباراه الاهلي والمريخ، وان شاء الله يحتفل اللاعبين بمحمد مجدي قفشه. ان شاء الله النهارده يكون واحد من اللعيبه اللي لهم نصيب النهارده في التهديف، ويبقى الاحتفال في الملعب وخارج ارض الملعب ان شاء الله في غرفه خلع الملابس. وبالمناسبه دي طقوس دايما معتاده، دي طقوس معتاده دايما في النادي الاهلي ايا كانت زميل احمد، سواء مباراه في الدوري او مباراه في افريقيا، الاحتفالات دايما بتكون بعد نهايه المباراه. صحيح. نحتفل كلنا بعيد ميلاد محمد مجدي قفشه باذن الله. صحيح يا فاروق، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للاعبتنا النهارده، ويمكن